هناك إشكالية اليوم في الحياة المعاصرة والحضارة المعاصرة. هذه الإشكالية أنها بدأت بالفعل تقنع الناس بشكل عام وخاصة جيل الشباب بأن هذه الكماليات وما يمكن أن يدخل في دائرة الكماليات ما عاد ينظر إليه على أنه كماليات، أصبح من الضروريات. هذه الإشكالية نابعة من مفاهيم الحضارة الغربية المعاصرة. واحدة من المفاهيم أنها حضارة استهلاكية، إنسان أفراد وأسر ومجتمعات حين تبدأ تركض 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 الليل مع النهار لأجل أن تحصل هذه الكماليات، أين سينتهي بها المطاف؟ وهي لا تنتهي ولن تنتهي إلا إذا انتهى الإنسان بملء إرادته وعقله من أن يكون ويجعلها مسيطرة على حياته وتفكيره وكيفية معيشته.